التأمين على هذا الصندوق أمانة يعني منذ أن توليت منصب الوزارة يعني اندهشت من حجم العمل الذي تقوم به الوزارة سابقا والفريق القائم حاليا في دعم جميع فئات المجتمع من البحرينيين، وخاصة المساهمة الكبيرة التي يحصل عليها الصندوق من البنوك، وخاصة في مشروع سهم الغارمين. وأعتقد البحرين الكل شهد لها في مشروع دعم سهم الغارمين، وهو دعم الدائنين في والذين عليهم دعاوى في محاكم المدنية ودفع عنهم ما تبقى من مديونيات، وذلك لفرج كربتهم ومساعدتهم لعودهم للحياة. وأيضا هذه الفئة تدخل في ضمن دراسة دقيقة ومحددة في حدود بالتنسيق مع البنوك ومشاركتهم فيها.